اهلا بحضرتك يا فندم، يا رب تكون بخير. الحمد لله تمام، الحمد كله لله. تمام. الدوري خلاص يعني على الابواب، والانديه اغلبها خلاص عادت للتدريبات بشكل كامل، فعايز اعرف يعني رؤيتك للموقف والوضع الحالي بالنسبه لنادي انبي. والله الحمد لله بعد المسحات الثلاثة اللي اتعملت والمسحة الأخيرة الحمد لله كل النتائج أصبحت سلبية. الدنيا ماشية بشكل أفضل نحو بداية الدوري إن شاء الله يوم 6 زي ما أنت قلت من شوية. الفرقة منتظمة في التدريبات، كابتن حلمي مركز جدا مع الفرقة كلها، مع كل اللاعبين سواء كانوا لاعبين في الفريق الأول حتى المنضمين من قطاع الناشئين. ان شاء الله يعني في ظل الاجراءات الاحترازيه والتنبيهات على اللعيبه بكل الاجراءات والترتيبات اللي بتناسب الوقت اللي احنا فيه، الحمد لله الدنيا ماشيه كويس وهنكون جاهزين ان شاء الله على يوم 6 باذن الله. بإذن الله. طيب تم استقرار على الماتشات الودية خلاص، لأن الأندية بدأت تعلن عن ماتشاتها الودية مش كده؟ الحقيقه يعني ان شاء الله هيبقى خلال الفتره اللي جايه طبعا حسب الجدول الزمني اللي الكابتن حلمي عامله وجهازه تمام. الفني هيكون في عدد من الماتشات الوديه مع الدوري الممتاز. يمكن لسه التوقيتات ما اتحددتش بشكل تمام. نهائي، لكن في حسب ما بلغوني ان في تفاوض مع عدد من انديه الدوري الممتاز، هيكون عندنا 4 أو 5 ماتشات ان شاء الله ممتاز. قبل بدايه الدوري. دايما الكلام على الانتقالات السنه دي معمول قبل نهايه الدوري بدور كامل، لكن بسبب اللخبطه في المواعيد فالناس بتتساءل من دلوقتي على قصه محمد شريف، على استمرار اعارته لامبي لنهايه الموسم، على هل امبي طلب تمديد الاعاره لموسم جديد. يعني عايز اعرف موقفكم من محمد شريف المعار من الاهلي. محمد شريف طبعا موجود معانا السنه دي من بدايه الموسم وعامل موسم معانا كويس جدا وهداف الفرقه، وكان طبعا زي ما انت قلت ان هو كان الكلام ده ممكن يبقى مؤجل لو كان في الظروف العاديه، مظبوط. لكن بعد انتهاء الدور الاول قبل ما يتم البت ان احنا ان شاء الله هنكمل الدور الثاني تقدمنا الطلب للنادي الاهلي، لان كان ممكن يبقى احنا دلوقتي على وشك ان احنا نبدا موسم جديد، فتقدمنا للنادي الاهلي بشكل رسمي ان احنا عندنا رغبه في ان شريف يكمل معانا الموسم اللي جاي لو ظروف النادي الاهلي سمحت بده. تمام. لكن طالما احنا دلوقتي بنكمل الموسم الحالي فان شاء الله هنأجل القصه دي لغايه ما ننتهي او نقرب من انتهاء الدور الثاني ان شاء الله. لو ظروف الاهلي سمحت، دي جزء منها مثلا ان الاهلي تعاقد مع لاعب في نفس مركزه، بتكلم على طاهر محمد طاهر. بالتاكيد ده حاجه هتخص النادي الاهلي اذا كان هيبقى محتاج شريف جنب طاهر محمد طاهر ولا لا. لكن في كل الاحوال احنا لو هيبقى في فرصه النادي الاهلي هيدي فرصه لشريف انه يكون موجود خارج النادي الاهلي، احنا هنكون حاضرين بقوه في هذا الموضوع. في يناير كان اتفضل، عايز تضيف حاجه؟ لا 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 في يناير كان الاتفاق السعودي تفاوض مع الاهلي بشان محمد شريف، هل اللاعب في حاليا لسه كلام مع النادي او عرفت حاجه حضرتك عن الموضوع ده؟ لا الحقيقه فيما يخص النادي الاهلي ونادي الاتفاق لا ما عندناش اي معلومه، لكن تمام. حد علمي ان اعتقد ان شريف هيبقى حابب يكمل مع نادي انبي لو هيبقى بيكمل يعني الاعاره هتكون داخل مصر. تمام. طيب بالنسبه لاسامه جلال، هل في عروض رسميه وصلت للاعب الفتره دي؟ لا الحقيقه ما فيش اي عروض رسميه، يمكن سبق ان صرحت قبل كده ان كان في اتصال من النادي الاهلي في بدايه الموسم على مستوى اداره الكوره، والحقيقه احنا اعتذرنا كان التوقيت مش مناسب لان احنا كنا خارجين من موسم صعب جدا الموسم اللي فات، فكان صعب جدا ان احنا نستغنى عن احد اللاعبين الواعدين من نادي انبي. لكن لغايه دلوقتي بعد الموضوع ده الحقيقه ما فيش اي عروض رسميه لا من النادي الاهلي ولا اي من انديه اخرى. طيب ممتاز. بالنسبه لصلاح محسن، طبعا انبي كان يعني نجح في الاستثمار بشكل كبير في اللاعب من 3 سنوات تقريبا لما اتنقل للاهلي، هل بعد اعاره اللاعب لسموحه واحتماليه عودته للاهلي انبي بيدرس التفاوض مع الاهلي بشان اللاعب؟ يمكن برضه انا صرحت قبل كده في موضوع صلاح محسن ان انا شخصيا اتمنى يكون صلاح محسن موجود، لكن الحقيقه الراي الاول والنهائي هيكون للكابتن حلمي. لو كابتن حلمي حابب يكون صلاح موجود في الفتره اللي جايه وده برضه هيتوقف اذا كان شريف هيكمل معانا ولا مش هيكمل معانا. تمام. لكن الراي الاول والاخير اعتقد هيبقى فني بنسبه 100%. لكن هو الكابتن حلمي ما اداش راي لغايه دلوقتي لسه. لا الحقيقه عند كابتن حلمي زي ما قلت لك مركز جدا جدا مع الفرقه، مع الدور الثاني عامل يعني شبه معسكر مغلق، ومش مغلق لكن واخد المعنى ان هو مركز جدا مع الفرقه عشان ان شاء الله يبدا الدور الثاني بشكل كويس ونقدر نكمل النجاحات وتجميع البناط اللي عملناها الدور الاولاني باذن الله. هل في صفقات طيب حسمت او اقتربت من الحسم؟ لا الحقيقه ما عندناش اي صفقات في هذا الموضوع، احنا زي ما قلت لك مأجلين القصه دي شويه لقرب نهايه الدور الثاني، لكن هو يمكن مطلوب مننا يمكن نادي الملعب التونسي كان تقدم
بطلب اعاره اللاعب احمد يوسف لاعب انبي مواليد 99، احنا عاملين له اعاره لنادي مصر، وده احد اللاعبين الواعدين جدا، دايما بيكون موجود في منتخب مصر في المرحله السنيه بتاعه 99، واحنا ابدينا موافقه بشكل مبدئي، لكن ان شاء الله في انتظار موافقه اللاعب، لو اللاعب وافق هيكون موجود معاهم من الموسم اللي جاي مش الموسم ده طبعا. باذن الله. بشكرك باشمهندس زكريا السيد رئيس مجلس اداره نادي ام بي على التوضيحات وعلى ردودك. طيب.